ايوه بالهداوه زاد انتم اللي تسمعوا فينا الكل، رجعنا لكم مره اخرى معكم حتى للتسعه متاع الليل في موف ميد، وتوا بحذنا لي جون امبيسيون امبيسيو بليتو اي امبيسيون امبيسيو تو سكي عنده علاقه بالامبيسيون باهي يا وين كمين مالك. والله انا قبل ما نرحب بجماعه جونيور انتربريز اف سي كيفاش اف سي جن اف سي جن اف سي جن بالمعنى نحب نقول اليوم الجمعه 9 اكتوبر 2015 نهار مهم برشا في تاريخ تونس، اللي اليوم تمثل أول بلد عربي يتحصل على جائزة نوبل للسلام دون مناصفة، معناها من غير ما تقسم مع حتى حد. مبروك لتونسنا جائزة السلام، وإن شاء الله تونس تكون بلد السلام قول وفعل، ونبعدوا على الإرهاب وتخويف والحاجات اللي أصلا بعيد علينا كتوانسة، وربي يحمي تونس ويبعد عليها الشر. قولوا إن شاء الله. أمين. دونك أمين أنا. أمين ديمس. دونك مرحبا بكم بحذانا، توا معنا ميسة و صادق وامين امين اللي انت اسمك كيما اسمي قلقني امين هلال زيد من بعد جينا من سيرفيس سبور يوم معنا زاد نتابعوا في ماتش تونس والجابون مع قسم الرياضه. على السلامه ميسه. على السلامه مرحبا صفاء. نبداو بالبنات خاطر يعطيك الصحه امين شنحويلي جينا مكستم سي امين شكون اكثر كان يخدم على روحه كان يخطب كان بعد تخطب ولا تخدم كنت جوج مع بعض. مرحبا وسام. مرحبا بكم صادق. وشكون وسام؟ ما عرفش ما معنا حتى وسام. مرحبا بكم ميسا، كان تعطينا كي لمحه على ال على اف سي جن جونيور انتربريز. دونك اف سي جن جونيور انتربريز سي ان كلوب ا بوت نون لوكراتيف. Il a été créé pour motiver les jeunes entrepreneurs, pour nos étudiants, ils ont l'expérience de faire. Le but, c'est que ils ont des postes en tant qu'entrepreneurs, ils ont une hiérarchie, des membres de bureau, des membres de tâche. Ils ont des projets, ils ont des projets pour le FCGN Junior Entreprise. Ils ont aussi des événements, des projets et aussi des formations, certainement. ميسا ميسا انت قبل كنت اكس بريزيدنت معناها وي عملي كنت اكس بريزيدنت اسمي اسمي اكس بريزيدنت عملي كنت بريزيدنت وي داكور مي خاطر البيرو جديد سيد حط معايا من عملي اي معناها انت توا شكون انا توا كي اكس بريزيدنت وعملي شكونت بريزيدنت اي صحيح انا كلمه صحيح هكا ولا صحيح داكور واضحين دونك اسمي زاد قعدت ان طونك كونسيير جينيرال نتاع البيرو جديد depuis 3 ans انا في في الكلوب هذايا دخلت اول عام في الفاكولتي دي سيونس ايكونوميك دي جيستيون دو نابل 2012 il a été créé اي بون اف سي جن انتربريز دخلت نابل لو 15 فيفري 2012 كانت اول فاكولتي تدخل لها الموفمون جونيور انتربريز كانت موجوده صحيح في تونس depuis 2005 مي كانت موجوده كان في لي انستيتو اي لي ايكول دانجينيور البوت نتاعنا احنا جونيور انتربريز c'est de d'adapter et de former maintenant les étudiants jdod dans un milieu professionnel qui fait maintenant tout مشاريع صغيره pépinière une petite pépinière c'est ça qui fait maintenant d'entrer dans milieu professionnel avec les projets par exemple on a surtout نخدموا des projets comme développement des sites web déjà خدمنا قبل معناها احنا l'étudiant اللي يقرا en théorique il معناها le club نتاعكم juste معناها العباد اللي تقرا في لي سيونس ايكونوميك حاجه هكا effectivement en fait ça dépend معناتها كل فما جونيور انتربريز هي موجوده في تونس بارتو فما 24 جونيور انتربريز احنا في جينيرالمون كلهم سي دي ديكول الا في الافسيك هي اول واحده فاكولتي عملت جونيور انتربريز عام 2012 سامحني انا تعرف تو انا هاني قاري في الانسات ما مازلت ما فرقش بين نيكول وفاك ويونيفرسيتي فما بيناتهم فرق هما فما فرق بيان سور شنو دونك في السيستيم فرق ما سيستيم فاكولتي فرانشمون لازمك انت تشفي لي فور باش كي كنتي تنجح معناها موش فرانشمون تي ليبر معناها باش تقرا انا احنا معناها ديما عندنا في الفاكولتي جينيرالمون انا بروبليم ليكول اللي بلو ستريكت ايوه والقرايه سي سيستيم ايكول معناتها اون بيتيت كلاس لي بروف اي سون بلو سيفير كو لا فاكولتي خير 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 باش باش طلعوا بانكيج مكستم كيما كيما مين اهلا بيك سي لمين شحويل احكي لنا سيدي انت شكونك ومنين واش تعمل وكيفاه وعلاش وقتاش اسمي مين من بن خيار عمري 23 سنه كنت نقرا في الاف سي عامني ديجا نقرا بريمير اني ماستر كملت قريت بريمير اني ماستر ومن بعد قسيت على خاطر جات فرصه نتاع خدمه دونك وليت نخدم مسالش كامل اقرا وخدم فرد وقت اي ربي يسهل ان شاء الله في اليوم الجاي سينو بالنسبه للقرايه قريت 3 في الاف سي والرابع في الرابع عام هو ماستر دخلت الجونيور انتربريز عامني في العام تاع الماستر نتاعي هنا دخلت ك نوفو ريكروتي ايوا
وفي دخلت معهم جديد. حضرت في لي فورماسيون، دخلت قبل خدمت مع دي اسوسياسيون اخرين او ميم طون مع القرايه، مع جونيور كانت اكسبيريونس جديده، حاجه جديده على الاخر على خاطر دي زيفينمون سبيسيال، على خاطر عرفت عباد جدد وفيها برشا دي زيفينمون يعني قبيله قلت لي عليهم انت كنت لاهي بهم هكا ولا فما برشا دي زيفينمون برشا جو برشا جو. دخلت لتصاور على الباج فيسبوك نتاعهم شفت برشا جو برشا جو برشا دي فورماسيون برشا دي زانفيتي برشا عباد اكسبيريمونتي برشا دي كادر اللي جاو. عندكم شي شويه سبور هكا دي زكتيفيتي سبورتيف؟ بحثنا أمين هلال توا خاطر باش وصلنا للدقيقة 80 في ماتش تونس والجابون، باش يحكي لنا نعرفش أنا وين وصلنا مع ليكيب ناسيونال. مرحبا سي لامين. مرحبا بك أمين، مرحبا سارة، مرحبا بزملائي سابقا خاطر أنا ولد الأفساق نتاع أيوا فرحنا بهم ولا فرحوا لنا بيه. قريت في أفساق نابل كمل 2007. بون مانيش باش نطول عليكم، تم بعد نعملوا تحس تعرف من بعد شوي. مشيو مباشرة الأولمبي رادس أحمد الحفصي، مباراة تونس الجابون. أحمد مجدد لك الله تحية أمين، مرحبا بك أمين. أمين وصار خلينا نقول اليوم في الاستوديو هنا في ملعب رادس 35 دقيقة لعب 3-2 النتيجة الآن لصالح المنتخب الوطني التونسي. توصلتين صراحة تراجع فيها المنتخب خاصة يعني على مستوى الخط الخلفي ولذلك بعض الهفوات ولا توغلات من جانب النجم البوندسليغا نجم بوروسيا دورتموند الألماني أوباميانغ حامل قميص رقم 9 اللي قلق برشا محور دفاع على المنتخب التونسي في هذه المباراة. على كل نذكر بأصحاب الأهداف إلى حد الآن قلت 3-2 هي النتيجة الآن لصالح المنتخب الوطني التونسي. الدقيقة الرابعة ياسين الخميسي كان افتتح التسجيل لصالح المنتخب التونسي أوباميانغ يعادل في الدقيقة 32 من ضربة الجزاء. دقيقة هذه كرة الممتاز جدا أنا أعتقد وأنه سيبن يوسف بالفعل سيبن يوسف كير يسجل ربع أهداف المنتخب التونسي في هذه المباراة، لكن النتيجة تبقى 3-2 قلت لصالح النصر قطاج. نرجع لسلسلة الأهداف في هذه المباراة أمين. بشير فابيان كاميو سجل الثاني في الدقيقة 34 وبالأخذ عطاير يسجل الثالث أهداف المنتخب التونسي في الدقيقة 49 ودقيقة 17 لامين ماريو يسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الجابوني. الفهود الجابونية اللي قدمت مباراة من طراز رفيع وهذه كرة خطيرة لكن الحارس فاروق بن وصفة يخرج في الوقت المناسب. احمد احمد كان ذكرنا بالتغييرات بتاع ليكيب ناسيونال التشكيله الحاليه وشريط الاهداف قبل من بعد ناخذوا لي ديكلاراسيون بري ماتش. واضح بالنسبه للتغييرات في المباراه المنتخب التونسي قام بالتغييرات التاليه. فاروق بن مصطفى كان خذينا كان الحارس ايمن البلبولي ثم نلقاو بان كميه الاخراج دخل مكي وحمد الاحمر وخالد يحيى دخل مكي ياسين الخليفي صابر خليفه يدخل لمكان يوسف لمسكني. هذه التغييرات اللي قام بها كسبر جاكي لحد الان في تشكيله المنتخب الوطني التونسي وذلك ايضا مادي الوذر في الادخال في التشكيلة مكان اللاعب وهذا الأخذ مشكورة جدا زميلتنا مريم العياري اللي حضر معنا أيضا في هذه المباراة. وصلنا تقريبا 38 دقيقة لعب. فقط حبيت نذكر عامل مهم ومهم جدا أمير وهو غياب الجماهير هنا في ملعب رادس. أعداد يعني خليني نقول ضعيفة اللي تعودنا بها تحضر لمقابلات المنتخب التونسي اليوم ربما كذلك عامل تعطل الأمطار هنا في تونس خلى الجماهير تغيب على هذه المباراة الودية بين تونس على جابون. 38 دقيقة 3-2 لصالح المنتخب التونسي في ملعب رادس. مشكور أحمد الحافسي. دونك 83 دقيقة مباراة تونس لجابون 3-2 لمنتخبنا الوطني التونسي. برشا مطر وبرشا بونتويت في رادس. أكثر التفاصيل دونك بعد في النشرة نتاع 9:30 لديكلاراسيون بري ماتش. رجع لك الكلمة أمين وسارة. سارة رجع لك الميكرو. ميرسي أمين، ميرسي من قسم الرياضة براديو ميد. إن شاء الله مربوحة للإيكيب ناسيونال. سمعنا تصفيق على ليكيب ناسيونال. فوالا ميرسي. باهي توا ما عليكم كان تطلبونا على 72 328 500 باش تربحوا معانا كادو من منجيلا من عند بيجوتري قاسم وتجاوبوا على السؤال معانا زيدا. السؤال اليوم في علاقه بجائزتنا بدا دونك نعملوا على ثقافتكم والثقافه العامه هذه حاجه باهيه برشا. اي بيتوا نمشيو مع الموسيقى وراجعين.